بسم الله الرحمن الرحيم. اقتراح انا بعتبره ان هو اعتبره اقتراحا عظيما يفعله الصوامون، يعني ده خاص بالصوامين. انتوا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة للفقير والمسكين. طهرة طهروا من، قال عليه الصلاة والسلام طهرة، صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين. بل قال عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بصدقة الفطر. فلو كل واحد صوام بيصوم الاثنين والخميس وبيصوم الثلاثة البيض بيكسب من الصيام. طبعا نحن نقع في الذنوب، فما بين غيبة ونميمة ونظر حرام و و و و الحاجات دي بتفسد الصيام. لكن يبقى لنا أمل، يبقى لنا أمل هو الصدقة. فلو كل واحد منا قياسا على صدقة الفطر كل شهر يطلع صدقة، طلع صدقة مع استحضار نية تطهير صوم النافلة من اللغو والرفث والغيبة والنميمة والنظر الحرام وما يغضب الله سبحانه وتعالى. عمل فاذا كان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل صيامنا في شهر رمضان وعبادتنا بصدقه الفطر، فاحنا كمان نصوم النافله نطهره. فاعمل صدقه ثابته كل شهر باستحضار نيه ان الصدقه دي انت بتطلعها عشان تطهر صيام النافله بتاعك، وهتكون قياسا زي صدقه، على الاقل زي صدقه الفطر، يعني صاع من بر او صاع من بر او نصف صاع من بر او صاع من شعير او تمر، والصاع 4 مدود او 3 مدود، والمادة ملء الكفين يعني حوالي 3 كيلو او 4 كيلو بلح او 3 كيلو رز. شوف 3 كيلو رز يعملوا كام في السوق، يعني مثلا نقول 50 جنيه طلع على الاقل قوي. لو انت من اهل مصر طلع 50 60 جنيه كل شهر. طبعا لو طلعت اكتر يكون افضل، كل ما تزود يكون افضل، بس انا بقول الحد الادنى عشان تطهر صيامك اللي انت بتصومه كل شهر. فيا ريت نعمل السنة العظيمة دي، ده اوقع في قبول الصيام ومضاعفة الثواب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.